شدد رئيس مجلس الوزراء على أنه تم التوافق على أن يكون هناك سقف للاستثمارات العامة لا يتجاوز تريليوني جنيه وذلك بحلول العام المالي 2024-2025 وأضاف مدبولي أنه تم تشكيل لجنة تتبع مجلس الوزراء لمتابعة الالتزام بسقف الاستثمارات العامة احنا حاطين تارجت او هدف للعام المالي 24 25 أن تكون إجمالي الاستثمارات العامة وده طلع بقرار من رئيس الوزراء وده لأول مرة أن يكون سقف الاستثمارات العامة الكلية بكل جهات الدولة وهنا أنا بعني مش فقط الوزارات والجهات الموازنية ولكن أيضاً الهيئات الاقتصادية والشركات الخاصة بقطاع الأعمال والشركات اللي الدولة كلها كل جهات الدولة مساهمة فيها بحيث أن إجمالي سقف هذه المساهمات او الاستثمارات من كل جهات الدولة لا تجاوز التريليون جنيه. وتم تشكيل بقرار رئيس من الوزراء لجنة بتضم في عضويتها كل الوزارات المعنية وتكون برئاسة ممثل من الجهاز المركزي للمحاسبات علشان تتابع الانضباط والحوكمة في تحقيق هذا المستهدف. وهيكون هناك تقارير دورية بتطلع من هذه اللجنة واللجنة دي تحت إشرافي المباشر عشان أضمن أن هناك حوكمة وتحقيق لهذا المستهدف بصورة كبيرة هدفه إيه؟ إن زي ما بنقول بنخفض من الاستثمارات العامة من الدولة في مقابل أن القطاع الخاص هو اللي يقود في هذا الشأن